وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة بشأن دمج المتطلبات البيئية والمناخ، وذلك ضمن أنشطة مؤسسة حياة كريمة بالتزامن مع اقتراب قمة المناخ COP27. يهدف هذا البروتوكول إلى دمج مفاهيم التغير المناخي والبيئي ضمن أنشطة مؤسسة حياة كريمة ورفع الوعي والتدريب البيئي ونشر الثقافة البيئية. بروتوكول مهم جدا جدا جدا، لأنه بيأتي في إطار تعزيز الشراكة مع مبادرة حياة كريمة وبين جهاز شؤون البيئة وجهاز المخلفات التابعين لوزارة البيئة، وبنركز في التعاون ده على حاجات مهمة جدا جدا لها علاقة بالتشجير، لها علاقة بإدارة المخلفات، لها علاقة بإنتاج الغاز الحيوي في المناطق الريفية من المخلفات زي روص البهائم وغيرها. فطبعا ده بيساعد على التنمية الريفية، بيعزز تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة، بنصل فيها لأماكن كتيرة جدا على مستوى الجمهورية. محاور العمل الخاصة بالبروتوكول بتتطلب ان احنا نرفع الوعي البيئي لدى اهالي القرى في محافظات حياة كريمة على مستوى عملها، واحنا عملنا تفعيلا قبل ما احنا نمضي البروتوكول، عملنا بالفعل ندوات توعوية، بدأنا التعاون فعليا ونزلنا في 4 محافظات في إطار هذا البروتوكول، بجانب ان احنا هنشتغل ان شاء الله في ان احنا نشتغل في تركيب وحدات البيوجاز بالتعاون مع الوزارة، وبجانب طبعا حملات التشجير لحماية البيئة طبعا وحماية المحافظات والقرى واهالينا الاكثر احتياجا في القرى حياة كريمة.